يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت كتابا يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذا الكتاب هذا البيت: الله ربي ليس لي إلا هو، هل في الوجود إله إلا هو؟ هل هذا البيت يدل على عظمة الله؟ لا، هذا ما هو صحيح الكلام. ليس في الوجود إله إلا هو، الآلهة كثيرة في الوجود، لكن لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله. فلو زاد كلمة بحق صح، أما أنه ينفي وجود الآلهة مطلقة فهذا يقتضي وحدة الوجود. اللي يقولون كل المعبودات هي الله، من عبد القبر، من عبد الصنم، من عبد الشجر والحجر، لم يعبد إلا الله، لأنه ما فيه إله إلا الله. هذا لا يجوز الكلام هذا. يقيد لا معبود بحق، أو لا إله بحق، أو ليس في الوجود إله بحق إلا الله جل وعلا، يخرج بذلك الآلهة التي ليست بحق وهي باطلة. نعم.